تمام، انا لسه هسأل دلوقتي اقول لكم اخبار الصوت ايه. الصوت عنده كويس يكتب واحد، اللي الصوت عنده فيه مشكلة يكتب اتنين. تمام، انا هحاول اعلي الصوت. انتوا شايفين الصوت واطي شوية؟ طيب كده صوت أفضل، كده الصوت تمام صح؟ نبتدي محاضرتنا إن شاء الله النهاردة من ما انتهينا فيه المحاضرة السابقة، طبعا مش المحاضرة السابقة اللي هي امبارح، المحاضرة السابقة اللي هي كانت يوم الأربعاء اللي فات. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السليكشن، ووضحنا الأداتين اللي هي الماجيك تول سليكشن، واتكلمنا عن ال كويك سليكشن تولز أو تول، اتكلمنا فيهم ووضحناهم. والنهاردة إن شاء الله هناخد بقية الأدوات السليكشن بتاعتنا. وضحنا قبل كده وقلنا إن السليكشن دوت هو عبارة عن أداة لتحديد الأشياء، أداة لتحديد الأشياء، سواء بقى الأشياء ديت كتاب، ورق، شخص، هدف، أيا كان هذا الهدف فهو بيتم تحديده من عن طريق أدوات السليكشن دي. تحديد دي يعني إيه؟ يعني معناها ظهور بعض ال عايز اقول ايه، ظهور بعض يعني تحديده، بحيث ان انا ممكن اخده الجزء ده لوحده، اخد له كات، اخد كوبي. زي مثلا لو انا جيت هنا اهوت وعملت تحديد لهذا الجزء تمام عن الصفحه، بحيث ان اقدر اخد هذا الجزء مستقل لوحده تمام عن بقيه الصفحه كلها، وهكذا كلمه بسم الله، وهكذا كلمه اكاديميه الدارين. اتناقشنا، هنتكلم بقى النهارده عن ثلاث ادوات سيليكشن مهمين جدا جدا جدا، وهم اساس السيليكشن تمام. بس قبل ما ناخد الثلاث ادوات دول هنتكلم جنرال عن السيليكشن بالكامل، في مبادئ كده عامه لازم نتناقش عنها في السيليكشن. ايه المبادئ اللي لازم نتكلم عنها؟ اول حاجه، لما اجي يا جماعه اعمل تحديد لصوره لاي هدف عندي بعمل له تحديد، لازم اخلي الصوره بتاعتي او الهدف بتاعي مكبر بحجم على الاقل 200% عن الحجم الطبيعي بتاعه تمام. يعني لازم تبقى الصوره بتاعتي اللي انا بعمل لها تمام سيلكشن او تقطيع، لازم ان انا اكون مكبرها بحيث انها تكون ماليه الشاشه كلها. بالاضافه المبدأ رقم 2 معانا، وانا شغال في البرنامج الفوتوشوب في زرار عندي في الكيبورد اسمه تيب، اسمه تيب، ولكم عارفينه طبعا، عارفين زرار تيب في الكيبورد اللي هو شيفت كابسل لوك تيب تمام. انا بس اشوف الناس نامت ولا لا يعني. ايوه استكمل العكس بقى، الله ينور عليك. تمام، التيب ده يا جماعة بضغط عليه كليكة واحدة، ببص الاقي كل القوائم اللي عندي في البرنامج اختفت، وما بقاش عندي في القوائم كلها غير الصورة بتاعتي فقط. ده تاني مبدأ، او ده ممكن يعتبر ده المبدأ الاولاني يعني. والمبدأ التاني ان اكبر الصورة بتاعتي، طبعا هعمل لها زوم بالاداة اللي احنا هنخش ونعرفها دلوقتي تمام. بعمل لها زوم، بعد ما بعمل لها زوم اقدر ان انا اضغط على تيب، ابص الاقي ان هنبتدي في محاضرتنا ان شاء الله زي ما اتكلمنا وزي ما ناقشنا المره اللي فاتت في السليكشن، اللي ربنا يسامحه ده اللي بوظ لنا محاضرتين. فهناخد ان شاء الله على قد ما نقدر النهارده، وهنكمل المحاضره الجايه باذن الله.
اه ما انا فصلت الشير، انا هرجع لكم شيرنج دلوقتي حالا، بس هقفل الشات وارجع لكم شير ثانية واحدة. طيب انتوا دلوقتي شايفين الجهاز بتاعي، شايفين برنامج الفوتوشوب. هنجيب صورة، احنا محتاجين نعمل قص الحواف هذه الصورة، يعني المطلوب مني ان انا اعمل قص الحواف هذه الصورة. بمعنى ايه؟ مش مقصود بالحواف اللي هي الحدود الصورة، لا هو المقصود هنا بالجزء اللي هو بيبقى بعديه مثلا خلفية الى اخره. لو انا خدت صوره مثلا زي صوره الشخص ده، طبعا دي صوره متاخده من على الانترنت، تمام. احنا خدنا اداه الماجيك وخدنا اداه الكويك تولز. طيب ايه الاداه الماجيك والكويك تولز دول اللي خدناهم؟ قال لك في ثلاث ادوات تانية، تمام، مهمين جدا وممتازين. اول اداه عندنا اسمها لازو تولز، لازو تول. اول اداه اسمها لازو تول. ايه اداه اللازو تول دي بقى؟ قال لك دي اداه اسمها اداه سليكشن. بتعمل ايه الاداه ديت؟ الاداه دي يا جماعه بتعمل، تمام، بتعمل نفس اللي بيعمله الاداه التانية، الادوات التانيه، بس دي بتعمله كانك ماسك قلم رصاص وبتحدد انت براحتك، كانك ماسك قلم رصاص وبتحدد اللي انت عاوزه براحتك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو مسكت عملت اهو، خدت الاداه بتاعتي، بصوا بقى المبدئين اللي انا اتكلمت فيهم. اول حاجه بضغط تاب، تاني حاجة بكبر الصورة. اه احنا ما خدناش تكبير الصورة. طيب اوضح لكم الاول تكبير الصورة، تمام. عندنا تحت هنا في الاخر خالص، تمام، حاجة اداة اسمها زوم تول، بتاع اختراق الكيبورد زد، تمام. الاداة دي لما بضغط عليها تطلع لي زي علفة فيها بلس وماينس، طبعا في الاوبشن بتاعها هو بلس وماينس، تمام. لو انا عايزها بلس يعني تكبر لي يبقى للتكبير، اضغط على كلمة على بلس. لو انا عايزها ماينس اضغط على الناقص وهتنقص معايا. طيب عايز اتبادل بينهم بين بعض، تمام. مثلا لو انا واقف على البلس مثلا، بضغط على الكيبورد، بضغط على امر في الكيبورد اسمه الت، تمام. اوبشن بتاع الت بيخليني اقدر استخدمها، تمام، زي ما انا عاوز، بين دي او بين دي، تمام. انا دلوقتي قدام الصوره صغيره، ضغطت تاب، كبرها، شوف على قد ما الحد اللي انا عايزه من التكبير. لا انا لقيتها كبيره، تمام. في هنا مجرد ما بضغط على كليك يمين بالماوس بتاعتي او من الاوبشن بتاع البرنامج، اي واحده فيهم، بيجي حاجه، بيجي لي حاجه اسمها فيت اون سكرين، يعني ايه؟ كبرها بحيث انها تبقى ماليه الشاشه، تمام. وده افضل يعني وضع ممكن نستخدمه، اللهم الا لو كانت مثلا بشتغل في صوره ما يهمنيش الجزء بتاعها اللي تحت دوت، انا اللي يهمني الجزء اللي فوق، فبقدر مثلا اكبرها اكتر كمان من حجم الشاشه بتاعتي، تمام. زوم ان وزوم اوت زي ما اتفقنا، ان يعني كبر، اوت يعني تبعد الصوره. نختار واحده من الاثنين دول، طبعا نفس الاوبشن دوت موجود عندي هنا. هنرجع بقى للاداه بتاعتنا اللي هي سلكشن او اللازو تولز. زي ما قلنا هنكبر الصورة بتاعتنا لحد ما يكفينا تكبير، تمام، بس نتأكد ان كل الحواف بتاعت الصورة بتاعتي باينة، بس كده ضغطت تاب خلاص. بعد كده بمسك الماوس بتاعتي. الجزئية دي لازم الدقة فيها تبقى عالية جدا جدا، وبالذات أداة الأداة ديت، الأداة ديت بتعتمد كأنك بتكتب، كأنك بترسم بقلم رصاص، يعني محتاجة بشخص بالظبط يكون شخص يعني متميز ويكون عنده موهبة الرسم يعني عشان يقدر يستخدمها بسهولة بالنسبة له. المهم أنا باجي عند الحتة اللي أنا عايز أشيلها أو اللي أنا عايز أغيرها أو اللي أنا هعمل فيها أي تعديل، تمام، حاجة من الاتنين، يا إما بمشي كده اهوت